الهلال في هذه اللحظات. في سماء كرة القدم العمانية، الله على التأني، على التوقع، على الراسية، يصيب بها الشباك السورية. برافو يا خالد، هدف أول، عرضية مثالية من عبد العزيز المقبالي، والراسية أروع من الهاجري. خالد الهاجري نعم يسجل هدف الأسبقية للأحمر. كرة راسية رائعة يسجل خلال خالد الهاجري، والله ذكرنا بعماد الحوسن الذي يسجل بهذه الطريقة والذي يحتفل أيضا بهذه الطريقة. يعطي الأسبقية الآن لمصلحة منتخبنا. يسجل المنتخب السوري ويرفض الخسارة، هدف مقابل هدف. منتخبنا الوطني يتلقى هدف التعادل في الوقت البديل. لاحظ الراسية، مردكيان تسلل من بين الجميع وسجل هدف التعادل. منتخبنا الوطني للحفاظ على هذا التقدم الذي كان سيشكل دفعة معنوية كبيرة، لكن المنتخب السوري